السلام واش لافامي، معكم حمزه بن عزيزي ووليد حمي في فيديو جديد. اليوم عزيز حشمه ورا الكاميرا، انا نقول لكم دابا اللي كنتي تتفرج في هذا الفيديو في الصباح يكون نهارك مزيان، كنتي تتفرج في الليل يكون نهارك مزيان، واليامات الاخرين يكونوا اكثر مزيان. دابا تنتسنى واحد صاحبي هو غيجي دابا، راه هو جاي. يلا وليد اش انا خي حمزه دابا قول لهم اش غنديروا، عندي مغامرات وعد تبعوا انا دابا دابا نتبعوا اي نتوما لنا. نسيت المغامره قبل ما نقول لكم، واحد لي ستراك وصلت هاد الفيديو 100 لايك، عندي غادي ندير واحد لي ستراك يطلع شي تعمر لي زابوني كان تشوفوا شنو نديروا في المغامره. انا عندي السباتي زلق، شوفوا زلق. يلا هنا نتاكد لكم مزيان، نتاكد لكم مزيان، شوفوا دابا ها هو تزلق تزلق. انا راه عندي شي دباقه حمزه، شي دابا نقول لكم حنا عندي واحد الدراري، واحد الدراري يقولوا لي ونقول لينا غنلعب لكم ويجي في واحد القصر مهجور، هذا شي 100000 سنه. هذاك القصر شنقاه شنق فيها دري شنق فيها مو، هو الاول، هو التحدي الاول. غنشوفها من لهنا، شوفوا من لهنا ما وصلتش لهنا، نقص لهنا. هو غيبدا وليد دابا، شوف واش غيدير. ما دار فيها والو، هو جد لي كاميرا، وليد جد لي كاميرا. شوية حمزة ابيكس يا نمشي بغا معايا دابا. واحد الدراري جاي دابا سميتو وليد، هما الدراري، هما واحد الدراري هما جايين. فين هو وليد؟ فين هو وليد؟ هما الدراري هو خدام الحامض اللي عند واحد فيديو ثاني. المغامرة الثانية هاي المغامرة الثانية. بعد قبل نقول لكم تنسى لايك سبسكرايب شير في القناة، لك شي مشارك هتهبط هتخلي واحد اللايك، ونتسناكم واحد دقيقة حتى تحيدوا اللايك. دابا درتوا لايك ندير واحد المغامرة دابا. مريض البارح دوش بالمبان. اول مغامرة الثانية شرا هو بيباس ساد شو احنا غندير واحد هاي المغامرة الثانية تكون هنا نضرب في الكراج غادي تسمع لعبة. دابا ندير لكم واحد المفاجأة، اللي تخلع يقول لي اللي ما تخلعش ما يقولش لي هو يمشي يضرب الكراج. تخلعتي ولا لا؟ ياك تخلعتي هادي المغامرة الثانية. المغامرة الثانية هي شنو غنديرو دابا؟ يزيد اللايك سبسكرايب واحد المغامرة الثانية. هاي من هنا حمزة من تما 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 تنقص المغامرة الثانية. المغامرة الثالثة هي المغامرة الثانية عرفتي شنو هي؟ غندير لكم واحد ادخل لهنا، ادخل لهاد البلاصة هاهي، هادي مغطية بشبيك. ادخل غتمشي تخرج من لهي، ادخل تمشي تخرج من لهي. هاهو يبدا وليد، بدا هو الاول ماشي. هاهو شوفو الكاميرا تشوفوا وليد عندك 10 ثواني. خمسة ستك ستك يا رحيمة، عندك 10 ثواني. شوفوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة. رجع كمل تشوفوا هو دايره بالخير وبخير. وانا نعطيه كاميرا وغنديرها هاي هو يخرج هو هاي تكبوط. ونقول لكم واحد انا دابا بغيت نختبر هذا، انا ما ندير انا والو، الفيديو الجاي غيختبرني هو. تلقاو لاشين ديالو تحت في الديسكريبسيون. انت واش الحماق تخليو لايك وتكتبوا لي انا جاي من عندك. مغامره ثانيه هذه المغامره الثالثه. حاجه غندير المغامره الثالثه، اسمعوا الجيران نصوني وانا هرب ها
هاي حتى طرف بشي نجيب الهاد هيا نجيب الهاد يا سيدي نرجو لسي شو فين صوني بو على الغلط نسرح ونكمل لكم الفيديو ونختبر المغامر والد شلتي دير يا بنت خمسه تراكسيون لما درت خمسه تراكسيون نحكم عليك واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته نسا ولا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك سبسكرايب وشارك القناه شق زلق دابا غندير لكم واحد الفيديو هاد 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 المغامره في الحماقه يطلع فوق الطوموبيل وغينزل من تحت هو يطلع هاني وخص بديل هانيه ما كان لي دول معاك هانيه مغامرة او بابا حيت برديلة شت هرب او دايرة الخطار والد ما تنساش ديروا واحد لايك سبسكرايب قول لهم شي كلمة اخيرة باش يمشي الفيديو ابوناو معانا في اليوتيوب راه عندنا مغامرات بجودنا يلا بسلام عليكم يلا بيس تخلص لواحد اللايك سبسكرايب اشترك في القناة فعل الجرس تابعونا عند فلاشين ما تحشمونوش وجهو يلا اخوتي.